إلى إعصار إرما، نقرأ من مجلة ذي ويك الأمريكية: إعصار إرما قد يدمر اقتصاد ولاية فلوريدا الأمريكية. حيث رصدت مجلة ذي ويك الأمريكية ما أحدثه إعصار إرما والذي اجتاح جزر الكاريبي الشمالية من إضعاف ملحوظ لحق بالاقتصاد الأمريكي. أشارت المجلة في تقريرها إلى أن إعصار إرما الذي وصلت قوته إلى الفئة الخامسة ضرب جزر الكاريبي وجزيرة بورتوريكو وجزر العذراء الأمريكية وفي طريقه نحو ولاية فلوريدا. أوضح التقرير أن هناك ضغوط على الأسواق الأمريكية في فلوريدا لشراء مستلزمات مواجهة الأعاصير، فضلا عن بدء عمليات الإخلاء في مقاطعة ميامي داد وجزيرة كيز في فلوريدا، كما تدفق السكان على محطات الوقود مترقبين وصول إرما، مما أدى إلى حدوث نقص مؤقت في كميات الوقود على الرغم من تخزين الحكومة الأمريكية لكميات وافرة منه. ذكرت المجلة أن هناك تقديرات تشير إلى أن أمريكا ستتكبد خسائر تتراوح قيمتها ما بين 125 مليار إلى 200 مليار دولار أمريكي تلحق الضرر بالاقتصاد في حالة ضرب إعصار إرما لولاية فلوريدا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت سابقا لأعاصير مدمرة، فتسبب إعصار كاترينا الذي ضرب نيو أورلينز في عام 2005 في إحداث خسائر قيمتها 160 مليار دولار، بينما تشير التقديرات إلى أن إعصار هارفي الذي ضرب تكساس الأسبوع الماضي أدى إلى سيول دمرت مدينة هيوستن، تسبب في خسائر بقيمة 180 مليار دولار. هذا يعني أن خسائر إرما الاقتصادية تفوق ما خلفته كاترينا وهارفي. لفتت ذي ويك إلى أن ضربة واحدة من إرما بإمكانها أن تعطل خطوط السكك الحديدية وتدمر البنية التحتية للمواصلات، فضلا عن تهديد حياة الألاف. أما إذا صوحب الإعصار بأمطار غزيرة فستغرق مساحات شاسعة وعقارات عدة، مما قد يصيب الاقتصاد بأضرار بالغة. أضافت المجلة أن السياحة تعد أكبر مصدر دخل بالنسبة لفلوريدا، وتوفر حوالي ربع نسبة الإيرادات الضريبية في الولاية الأمريكية. وتخوفا من إرما فقد ألغى عدد كبير من السياح الحجوزات بفنادق فلوريدا. تعتبر فلوريدا ثاني أكبر ولاية زراعية أمريكية خلفا لولاية كاليفورنيا، تتميز بتصدير الفواكه والخضروات، وتسهم الزراعة بفلوريدا في تعزيز اقتصادها بحوالي 150 مليار دولار أمريكي.